نهم، المنطقة النهمة والجبال الجائعة للموت الرابضة على مشارف العاصمة صنعاء. ونهم المنطقة المجهولة لطبيعتها وشحة المعلومات عنها وزبد الحديث المصاحب لمعركتها. فعلى هذه الجبال سقط العديد من أبطال الجمهورية، كان آخرهم قائد عسكري تقدمه معركة استعادة الدولة قربانا للتحرير. العميد الركن حميد التويتي قائد اللواء 29 ميكا عمالقة في معارك تحرير نهم سقط بنيران الميليشيات الإنقلابية. استشهد العميد التويتي وهو يتفقد أفراده في آخر المواقع التي تم تحريرها في جبل الصافح بنهم. منذ أيام تشهد هذه الجبال مواجهات أعلن خلالها الجيش الوطني سيطرته على جبل الصافح وتباب جبل الكحل بتغطية نارية من التحالف، وتجري عمليات تمشيط يقوم بها الجيش للجبل لتطهيره من عناصر الميليشيات. قرابة عام ونصف دارت في هذه الجبال معارك ضارية سعى الجيش الوطني للسيطرة على هذه المنطقة الجبلية شديدة الوعورة والتي تطل على صنعاء من شمالها الشرقي والتي تبلغ أكثر من 1800 كيلومتر مربع، وتقدم خلالها أكثر من 30 كيلومترا بصعوبة بالغة. غير أن تمركز ميليشيا الحوثي وقناصتها في المرتفعات والأسلحة التي تمتلكها والألغام التي زرعتها في الطرق تظل معوقات خطرة تحول دون تقدم قوات الجيش الوطني، ناهيك عن موانع الطبيعة المتمثلة في سلسلة الجبال الوعرة والتي تجعل الجيش الوطني أمام مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد. هذه الفترة خلق جدل واسع في أوساط المتابعين لسير المعارك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب طول أمد المعركة، غير أن الإجابة تظل محمولة على أكتاف الجيش الوطني وتضحياتهم في الثقب الأسود المتاخم للعاصمة صنعاء.